السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاجل الآن مشاكره وكلام خطير يفضح به شخصيات مهمة ويتحدى إنفنتينيو ويعلن وقفه أمام مقر الفيفا غدا. هذا كان الآن. أتمنى من كل محبين الجزائر والفريق الجزائري وضع اللايك والاشتراك في القناة، وهذا فضلا وليس أمرا. اسمعوا هذا التسجيل الذي قاله عارف مشاكره بخصوص المباراة، حيث نتكلم بكلام كثير جدا. علينا البارتية مي، هذه هي اللي راح نبينوا للعالم باللي رانا معادلة صعبة. لا نيأس، ربي سبحانه قال لك اسعى يا عبدي وانا معاك. احنا تحقرنا واغتصبنا في بليدة والناس كامل على بالها. جمال بالماضي تعرض للخيانة من طرف ناس في لافاف وناس داخل الوطن كما قالوا الناس كامل على بالهم بيها، والبهيم الحمار يشوف له يشوف له يشوف الماتش يفهم باللي راه كاينه كوريبسيون وكاين كل شيء. اذا نو لاش با لافير ديجا لا كير ميدياتيك اون لا غاني الانترناسيونال. تو الموند على بالهم باللي راه الجزائر اللي تيليميني بالحقره بالرشوه بالكذب بالسرقه بالفساد. لا كاف لي دون لومبارا، لا كاف الان راح تطلع بقوه لانها راح تفضح. اذا كان ربحنا لا كاف، لا كاف انتهت. تسمى خاوتي ريسال جانيا لازم تفهموا، يا احنا يا هما. وحنا كحنا راه ديما حنا كاينين. المهم عندكم تحيه ليكم من المانيا، رانا نحوسوا على الحكام، رانا نفتشوا راكم تعرفوا. المهم حناش طالقين، ربي سبحانه قالك اسعى يا عبدي وانا عندك. مش قعد كيما هذوك الجورناليست تاع بي سبور لاجيريا، ما نسيت حتى اسمك اللي كتبت لك قبيله، يا النخل. حشم على روحك، حشم حشم على روحك وربط فمك، حشم على روحك. نعرفوك روح دير ريجيم بوشك راح يطرطق. حشم 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 على روحك، حنا حشمنا منكم وانتم ما حبيتوش تحشموا. ابواب التوبه مست نورمال. اسكت اسكت، ما تزيدش تهدر، اسكت اسكت. على بالي بيكم كامل تستناو وقت الجزائريين يبكوا ويتكسروا ويترخصوا باسكو نطفه تاع حركه. قولها لك، حشمت منك ما حبيتش تحشم، والله نكملوها وندور لكم واحد 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 يا الخوانة. المهم ابواب التوبه راهي مفتوحه، وإلا فافا يبدلك معليش مش مشكل. كيما قالت نانا الله يرحمها، الفو ميو تفيق اليوم خير ما تفيق غدوه، وخير ما تفيقش خلاص. مرحبا بكم كامل، تحيه اونكور قناة شروق، قاده بن عمار، قناة شروق كامل، لي جورناليست تاع قناة شروق تحيه من عند كاع لي سيبورتر الجزائريه. قناة شروق والبلاد وبير تيفي بينوا باللي راهم لما يكون الامر يخص الجزائر يسون لا. تحيه لهم، الباقي نحيكم كاع، نحيكم كاع ما عادش نفرجوكم كاع. مازال مازال نكملوا برك الدوسي هذا وتفرجوا. المهم العالم كامل شاف باللي رانا على حق، وشاف باللي راني زالجيريان ما نشبه حتى الواحد. وبالخدمه بقى كل واحد يخدم خدمته. انا لا داك تاع بي سبور اللي نهضر معاه خايني في الجزائر، نقول له المصار ويشكروا فينا واقفين معانا، وانت يا خاين نقولها لك يا خاين